السلام عليكم. الاول كل سنه وانتم طيبين، معاك محمد الحاج صاحب محل مخللات مكه. الدنيا كلها بتحب الشهر المبارك بدخول رمضان، ليه روحانيات معينه؟ بالنسبه لمهنتنا طبعا احنا بناخد الخضار بتاعه في وقت الموسم بتاعه، لان زي ما الدنيا عارفه ان الخضار ده ليه مواسم، فانا بناخد الخضار في الموسم بتاعه. والله هي عامه التست بتاع الاكل والشرب بالذات مفيش حد بيقول على نفسه كويس او حد بيقول على نفسه حلو، قصة ان البني ادم مننا هو اللي عنده التست بتاع التذوق ده. بالنسبه لمعايير شغلنا اهم حاجه بسم الله الرحمن الرحيم النظافه، اهم حاجه من بعيد عن النفس بتاعنا النظافه بتاعت اللي بيعمل الحاجه دي الشيء ده، وعيه بالخضار اللي هو بيشتريه، الموسم بتاعه، انواع الخضار برضك بيبقى ليها عروات معينه ممكن ناخدها فيها، فهي اهم حاجه اللي انت بتراعي ربنا في اللي انت بتاخد الحاجه دي وبتسويها صح. تمام. طيب الاسعار اختلفت بشكل كبير قوي ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت؟ هو مش فرق كبير قوي، بس الحمد لله احنا محافظين على الكواليتي بتاعنا، ونفس الحاجه اللي احنا كنا بنحطها السنه اللي فاتت بنحاول على قد ما نقدر نعملها السنه دي. مفيش اختلاف في اي حاجه، مفيش اختلاف في اسعار الحمد لله. عارفين ان الناس طبعا فارق معاها كيس الترش البلدي على سفره الطعام في وقت الافطار، بنحاول برضك نوفره لها بالسعر اللي كانت بتاخده برضك السنه اللي فاتت. الدنيا كلها برضك زي ما احنا بنقول لو حافظت على المنتج بتاعها صدقني هتلاقي ان في خير، وهتلاقي ان الناس تقدر تشتري الحاجه زي ما هي. يعني كيس الترش البلدي بيبدا من كام؟ انا كيس الترش عندي بيبدا من 10 زي ما السنه اللي فاتت كان بيبدا. تمام. طيب قول لنا بقى الترش البلدي ده اللي هو بيبقى فيه لبس وجزر. الترش البلدي ده، كيس الترش البلدي عامه اللي هو بيبقى فيه ميه بدقه والناس بتحب تشرب الميه بتاعته، بيبقى فيه خيار، فيه جزر، لفت، زيتون، بصل، فلفل، بصل، الانواع دي. التوابل اللي انت بتضيفها للمخلل هي تقريبا بتبقى ستاندر عند اي حد ولا انت؟ لا هو عامه يعني احنا زي ما بنقول كده بالعربي كل شيخ له طريقه، بس احنا لينا نسب معينه بتست معين هو ده اللي بنحافظ عليه، ده اللي بيفرق عن نوع ميه معين ونوع بهار معين. تمام. طيب كلنا بقى مثلا عندنا بقى فلفل الوان وعندنا تمام في انواع كتير قوي مختلفه غير الحاجات اللي هي بقى لها 30 40 سنه. تمام. هو عامه زي ما احنا قلنا كده كيس الترشي بيبقى ليه قوام معين، بيبقى حاجات معينه، في بقى حاجات جديده جدد في المهنه زي الهلابينو مثلا. الهلابينو ده بيستخدم في السندوتشات اكتر ما بيستخدم مثلا كف كيس الترشي، فاهمني انت ازاي؟ في مثلا حد بيحطه في المش، حد بيجنش بالجبنه، فهي القصه بردك ان الاكل والشرب بالذات ما تقدرش تحكم على اللي بيشتريه ياكله ازاي، بس هو بيبقى ليه صيغه معينه في الاكل، يعني مثلا كيس الترشي ده لما مثلا حته لحمه كده شويه طبيخ، فاهمني انت ازاي؟ الجبن معاها زواتين، ففي انواع اكل كده بتحتاج مع الترشي بحالاته، يعني الزيتون مع الجبنه، كيس الترشي مع الاكل كده. تمام. طيب احنا بقى عند المصنع حبيبي احنا عايزين ناخد نصيحتين لستات البيوت اللي بيخللوا في البيت. تمام. بالنسبه للليمون المعصفر والزيتون ازاي يكسروا مراره الزيتون؟ تمام. هو اول حاجه زي ما انت بتقول بالنسبه لستات البيوت هي بتبقى عايزه تعمل حاجه وتفتح عليها بسرعه، فبالنسبه للليمون لو هي مثلا عايزه تفتح عليه مثلا بعد شهر تاخده في اوانه، اوان الليمون اللي هو بتاع التخليل في شهر 11 تبتدي تاخد الليمون بتاعها ده، لو هي مثلا هتاكل بعد شهر ممكن تغليه نص غلوه وتحطه في ماء وملح، هتبدر الملح والليمون تشقق ويتحط له عصفور، معلش نحط عصفور عشان العصفور غالي دلوقتي بس نحطه برده مش اشكال، بيدي شكل وبيدي طعم للليمون. بالنسبه للزيتون، الزيتون بردك نفس الكلام ما بيفتحش عليه او ما بيستويش، انواع الزواتين زي بعض، يعني انت مثلا عندك ستات البيوت بتستخدم زيتون اللي هو التفاحي، ده بتبقى نسبه المراره بتاعته بتبقى اقل من نسبه الزواتين الثانيه، فده بيبقى سهل التخليل وممكن يتاكل بعد شهر من تخليله. قبل ما نختم عايزينك بقى تقول لنا نجيلك ازاي؟ حبيبي انت تنورني، محطه المترو دار السلام في ساحه محطه المترو. تمام. وكلمه بس بحب اقولها، اي شاب النهارده عايز يفتح اي مجال يبتدي، ما توقفش عند حاجه معينه، خليك ابتدي. كلمه ابتدي دي اصعب حاجه ممكن البني ادم ياخد خطوته، الخطوه الاولى دايما تبقى صعبه، مع الاصرار والعزيمه هتحقق اللي انت عايزه. انا في المهنه دي، المهنه دي بتاعتنا، يعني احنا ورثنا عن الجد. لو انت ما عندكش العزيمه هتبقى زيك زي اي حد، لازم يكون عندك عزيمه واصرار على حاجه انت ممكن تحلم بيها تحققها. عمرك ما هتحقق حلم الا لما يكون عندك صبر وعزيمه. كل سنه وانتم طيبين. الاسعار وحضرتك طيب حبيبي. والله
والله احنا عندنا الحمد لله بالنسبه للعبوات حاجات بتبتدي معاك من 15 جنيه زي ما انت عايز. يعني احنا بنراعي ان الزبون ياخد اي حاجه في التناول بتاعه. كيس الترش زي ما قلت لحضرتك كده بيبدا معاك من 10 جنيه. في عندك برطمانات زي كده بتبدا معاك من 15 جنيه. كل حاجه وحجمها وكل حاجه وليها سعرها. وانتوا عاملين احجام كبيره بقى اللي هي تقضي فتره؟ اللي هي مثلا لو في عيله مثلا كبيره ولا حاجه بتاخد الحجم الكبير. اللي اكبر حجم عند حضرتك يعني عندي مثلا حاجات لغايه مثلا 80 جنيه 100 جنيه. ده بيبقى قد ايه تقريبا؟ حسب الصنف اللي فيه. يعني البرطمان بيبقى بانواعه، فاهم انت ازاي؟ فكل نوع بيبقى ليه سعر. في اي نصيحه تحب تقدمها؟ والله رمضان كريم علينا وعلى الامه الاسلاميه، وربنا يرفع الكرب عن الشعوب العربيه. بنحب ان يعني نقول للناس كلمه الحمد لله على كل شيء. احنا كلمه الحمد دي مفتقدينها. احنا ممكن مثلا حد يقول عامل ايه الحمد لله، بس لو احنا فعلا بجد نقول الحمد لله من قلبنا هتلاقي ان الدنيا ماشيه ومش هتستغلى حاجه ومش هتستصعب حاجه في حياتك. الحمد لله يعني تملأ الميزان. في